السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح صورتي يمكن مظلمة بس مو مهم، المهم تشوفون هذا المنظر الجميل. تعالوا ناخذكم بجولة ونسولف لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم أريد أسولف لكم في موضوع. الموضوع هو شنو؟ صار لي 4 أيام 5 أيام أو أسبوع تقريبا صارت بالضبط، أريد أسافر من مدينة لمدينة، لكن اكو فشي غريب حصل وياي. شنو الشيء الغريب اللي حصل؟ الشيء الغريب اللي حصل 3 مرات اشتري تذاكر، مرتين قطار ومره طياره، وما تصير السفره ماتي 3 مرات. حتى الموظفه قالت لي، قال مره، طبعا واحده من المرات انه انا تاخرت، هسه اسولف لكم اياها بالتفصيل وشوفوا اللي صار وياي. طبعا اول يوم حجزت تذكره قطار المدينه معينه، قالوا لي باكر للقطار مالتك. ثاني يوم الصبح جيت اخذ تاكسي، طلبوا التاكسي يعني بالموبايل، رفض الطلب، بعدين قام ما يطلب الموبايل. المهم اتصلت على الموظفه انه اتصلت على الفندق، طلع المنطقه رايح لها انا بيها فيروس ومسدوده، خلاص قعدت. رحت لغير مدينه، اشتغلت لي 3 أيام 4 أيام، وهمي ردت اروح لهاي المدينه مره ثانيه. اشتريت تذكره مال طياره، تمام، اشتريت تذكرة مع الطيارة، واعدوني عندي تيكت ثاني يوم الصبح على اساس اطلع. ثاني يوم الصبح ردت اطلع، مدينتي انغلقت، المدينة انغلقت بها حجز صحي، صار منطقتي مكاني الفندق مالتي مو حجر صحي، عزل صحي، لكن المدينة الخارجية مغلوقة وما اقدر اسافر. المهم رجعت، قلت الحمد لله وشكر. هالحجز شوف اكو شغله انا ابد ما يهمني، شي يصير ما عندي مشكلة، شي يصير اقول الحمد لله وشكر. ليش؟ عندي قناعة انه الله سبحانه وتعالى كاتب لي افضل من هذا الشيء. المهم فبقيت احاول، هم اشتغلت، بقيت قاعد. اخر شيء اول البارحة حجزت طيارة، تمام، رحت للمطار، قعدت بالمطار. الطيارة مالتي ب 12:30 يمكن كانت، قاعد انا بعد الوقت ما صاير، قعدت قلبت بالموبايل ما ادري شنو، سويت فيديوهات، وقت ماكو. شو ورا شوية كأنما واحد قال لي هيك خلاص اقعد لا تصعد بالطيارة، ما ادري شلون صارت، هو من الله سبحانه وتعالى. المهم اباوع عبر الوقت مال الطيارة واني ما ادري ما صاير بياني. رحت على الطيارة اريد اصعد، قالوا لي بعد ماكو نسد الباب، لان قبل تعرفون التشيك ان قبل 45 دقيقة، انا تأخرت اكثر من 45 دقيقة، تأخرت تقريبا شيء يعني بعد نص ساعة وغلقون الباب. المهم فشي مو طبيعي والله. ذاك الرسن انا ضحكت، قلت هاي صارت ثلاث مرات، اكيد اكو سبب، اكيد اكو فشي، لربما اكو شيء مو زين علي راح يصير، والله سبحانه وتعالى جاي خلصه من عندي. طبعا الموظف ابو حسين اتصل بي، ليش ياسر ما رحت؟ الموظفه مالتهم قالت لي ليش احنا قاصين تذكره، خسرت فلوس التذكره. طبعا التذاكر الاولى والثانيه رجعوا لي فلوسهم لان بسبب الفيروس، بس الثالثه لا، الثالثه غلط من عندي فراحت علي. المهم ضحكت انا، قلت للموظفه خلاص الخيار الثاني وديني للمدينه، قصر لي تذكره للمدينه التاليه غير مدينه يعني. سبحان الله جيت لهاي المدينه وتوفقت، حصلت بيها بضاعه وحصلت هاي. انا بعدني افكر وما عرفت لحد الان شنو السبب، لكن انا عندي يقين بالله سبحانه وتعالى، دائما انا نيتي صافيه، فشي يصير اقول الحمد لله وشكر. مثلا انا هسه خلينا نقول لا سمح الله هاي سيارتي عطلت سيارتي، اقول الحمد لله. دائما اخلي ببالي انه اللي صار هو خير، كل شيء خير يعني الله سبحانه وتعالى. لنفرض واحد من الاحتمالات، لنفرض مثلا خلينا نقول سيارتك عطلك، يجوز الله سبحانه وتعالى احتمال خلصك من حادث، عرفت شلون؟ بس احنا هاي عقولنا ما تستوعب هذا الشيء، يعني هذا عقلنا ما يستوعب هذا الشيء، يقول لك ها ليش هيك يا ربي؟ ليش من الصبح تعطل سيارتي؟ انا شو مسوي؟ استغفر الله. ولو يدري الله سبحانه وتعالى شلون حنين علينا، شلون يحبنا، شلون نريد لنا الخير، ليش احنا نسوي هيك؟ انا عن نفسي الحمد لله والشكر، هاي صارت كلها واقول الحمد لله، الحمد لله، شو يصير؟ الحمد لله والشكر. شو يصير؟ اكيد اكو سبب، اجوز اني ما افتهمه، بس الله سبحانه وتعالى اكيد. هاي معناتها شنو معناتها؟ اذا انت تريد تروح بشغله او تريد تروح بعمل او تريد تسوي شيء، قول يا الله واعمل وتوكل على الله، النتيجه شو تصير ماكو مشكله،
النتيجه شو تصير ماكو مشكله. طبعا انت ايضا ممكن تستخدم الاستخاره، تعرفون الاستخاره، اذا واحد محتار بين امرين، انا ما اخذت استخاره، ما محتار بين امرين، متوكل على الله، قلت هاي خلاص المدينه هاي ان شاء الله الرزق بيها وخلاص رحت ورزقت الحمد لله وشكرا. لكن اذا محتار بين امرين، بقلبي خوف او شنو، ها اسافر لو ما اسافر، افتح هذا المشروع او لما افتح المشروع، اذا بقلبك يعني مثلا تردد، انت ممكن تستخير. اذا انت محتار بين امرين ممكن تستخير، اكو هواي انواع من الاستخاره، اكو استخاره الامام الصادق، استخاره الامام علي سلام الله عليه، اكو هواي انواع بالقران طبعا. استخاره كلش حلوه ودائما تطلع صحيحه، انا مجربها مره من المرات، ريت اسافر اني واطفالي لسفره معينه واخذت استخاره، طلع لي بالاستخاره انه هذا الشيء بيأذي علي، وعفت اطفالي وسافرت وحدي. من سافرت وحدي بعدين ان ما قدرت اكمل السفر، وصارت علي السفره ما على اساس انا من العراق رايح للصين، ما قدرت اروح للصين، فصارت السفره مالتي افترت ثلاث دول يلا وصلت للصين. يعني لو اطفالي معي كان كلش تاذوا ومصاريف وتعب وكل شيء بزمن الفيروس، ففرحت الحمد لله والشكر. لكن بهاي الفتره انا مو دائما عندي تردد، ما عندي تردد خلاص اتوكل بالله وانطلق، فهمت شلون؟ المهم لازم انت تخلي ثقتك بالله سبحانه وتعالى، اعمل وتعب نفسك واجتهد والباقي خليه على الله، وين ما يوجهك الله قول الحمد لله والشكر. هواي مرات تصير بي مثلا هسه هذا المكان اللي انا بيه، جاي افتر، خلصت شغل، كانت عندي شروه مال احذيه خلصتها وكملت، وهاي بعد ما خلصت مشيت بالسياره، قلت خلنا اشوف لي، طلع لي بالخارطه اكو مي هنا، مو بحر طبعا، هذا نهر بس ضخم كلش، فقلت خلاص خلنا اجي. اجيت هنا لقيت مكان حلو، لقيت مكان ارتاح به، فراح ارتاح هنا، اصلي، لي سيارتي موجوده هناك، استمتع والحمد لله وشكر، الحياه حلوه وكل شيء خير، ولازم نجتهد ونتعب على مود نوصل اني وانتم وكل احنا. السلام عليكم ورحمه الله، مع السلامه يا حبايبي.